ممكن كلنا نروح للقصص الجمالية ونعتني ببشرتنا إن كانوا شباب أو حتى صبايا، ولكن مع تقدم بالسن معروف إنه المرأة ممكن يبين علامات الشيخوخة قبل الرجل، لهيك ممكن تلجأ لعمليات التجميل وبالأخص هي شد الوجه والبشرة. شو رأيك يا سلمان؟ والله يا عفاف أنا كتير بسمع عن هذا الموضوع إنه هو صار موضوع رائج حالياً طبعاً. للأسف ما عاد مرتبط بالعمر، يعني سابقا كنا نسمع عن عمليات التجميل وخصوصا بما يخص السيدات وخطوط البشرة وما إلى ذلك وشد البشرة عند أعمار كبيرة بالعمر، لكن حاليا صرنا نشوف من الشباب لا عمر كبير عم ببلشوا بهي العمليات. خطورة هذا الشيء إيمت هو صح؟ شو هو السن اللي لازم تبلش فيه السيدة تأخذ هاي الإجراءات؟ وهل كل الإجراءات اللي بتخص نضارة البشرة والحفاظ على عمرها هي إجراءات جراحية أم هناك خطوط أو خلينا نقول طرق بديلة؟ كل هاي الأسئلة والاستفسارات اللي بتخطر ببالي وببال كل السيدات والصبايا رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو. خلينا نرحب سوا مع دكتورنا مرهف بريك هنيدي، وهو دكتور أذن أنف حنجرة واختصاصي جراحة تجميلية. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا، صباح النور، كيفكم؟ صباح الجمال والإشراف. صباح الجمال، صباح الخير دكتور. خلينا هلأ هيك بالبداية نعرف نحن بأي عمر ممكن نلجأ للتجميل، لأنه هلأ عم نشوف أعمار كتير شابة وصغيرة بيقول لك هلأ أحسن من بعدين، هلأ قبل ما يظهر شيء، يعني وقاية. على مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج، ممكن يكون هذا الشيء صح ولا غلط وخصوصا بعمر صغير؟ هو اكيد صح، هي اول شيء. يعني هن وقت اخترعوا البوتوكس والفيلر اخترعوه للفئه العمريه اللي بين ال 20 لل 45 او 50 سنه. هو هذا الرينج الصح اللي نحن لازم ناخذ فيه هالطرق هذول اللي هن غير جراحيه. طبعا هو شيء وقائي، والمفروض نحن نبلش فيه بهالعمر كرمال نحن وقت نكبر نكبر بطريقه يعني شوي شبابيه ونأخر التجاعيد. فهو صح اكيد. اكيد. طيب دكتور، يعني حضرتك بلشت بالاجراءات الغير جراحيه مثل ما قلت، مثل الفيلر والبوتوكس وما الى ذلك، واليوم كل يوم عم يطلع شيء جديد بهذا المجال، يعني الناس في بعض الناس بتخاف من العمل الجراحي لساتها بتقلق منه، وبنعرف انه في بعض السلبيات اللي وصمت بعض العمليات التجميليه. خلينا نقول شو هي كمان الطرق غير الفيلر والبوتوكس اللي ممكن يبلش فيها كان الشاب او الصبيه بعمر صغير. هلا نحن بدنا نحكي انه اول شيء لحتى اشرح لكم انه يعني ما في غنى عن طريقه جراحيه ببعض الاماكن. وفي مرات نحن اذا نحن مبلشين بطريقه وقائيه اكيد ما في داعي للعمل الجراحي. هلا في كثير العلم عم بيتطور وفي كثير ابر حديثه عم تطلع، يعني في بوتوكس في فيلر، هدول نفسهم الفئات عم بيتطوروا، يعني عم بيطلع منهم اصناف وانواع جديده، يعني ضمن مصنف البوتوكس والفيلر. وفي خيوط غير جراحيه كمان، وفي ميزو، في درمابين، في كثير كثير ادوات. ما بدنا نروج نحن لاسامي تجاريه أكيد. ولكن بشكل عام هن هدول اللي نحن نقصدهم بطرق غير جراحيه. طيب دكتور، شو ممكن تكون العيوب يلي ممكن تتركها هي العمليات او هي الاجراءات على بشرتي؟ ممكن يكون في لها اثار جانبيه انه انا بعدين انزم، لانه دائما نسمع انه هذا الشخص عامل كذا بكره بشرته رح تترهل وتسلط فجاه بدون حتى ما يعرف. كثير حلو هذا السؤال، ولكن نحن عم نعمل كرمال بشرتنا ما تتعب. يعني هذا مفهوم خاطئ نحن عنا. يعني انا في كثير مرضى حتى بيجوا بيقولوا لي احنا ما بدنا نبلش بوتوكس فيلر، ما بدنا نصير شغله دويمه نحن على عمر صغير. هذا الشيء كثير غلط، يعني كل شيء امن وما له اي اثار جانبيه. هلا امن بحس انه المريض ما بيتحسس عن الماده يعني فانه هو امن طبعا. نحن عم نعملهم كرمال نعطي الكولاجين للبشره ونشد البشره ونضلنا محافظين ناخر الشيخوخه التجاعيد، فهي ما لها تأثير على المدى البعيد سلبا، لها تأثير إيجابا أكيد، فنحن بننصح فيها أكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي كمان. اليوم صار في مثل ما بيقولوا بالحياة في موضة كمان للأسف بالتجميل، صار في ترندات ما بنعرف شو الصح منه وشو الغلط. هلا حاليا عم نشوف على الانترنت مشهور كثير اوراق شد البشره، يعني عم يطلعوا هيك شيء رقاقه بحطوها وبيبخوا بخاخ انه هي بتشد البشره لحالها غير الخيوط وما الى ذلك. شو هي المواد وهل هي فعلا صحيحه او لا؟ والله انا بصراحه مثلكم مرات بتفاجئ كثير شغلات على السوشيال ميديا، يعني اكيد مو كل شيء بنشوفه صح اكيد. انا بامن بالكتب. شو درسونا وشو الابحاث اللي عم تطلع
سواء هون او الابحاث العالميه. غير هيك انا كل شيء بشوفه يعني ببحث عنه، ما بدي اقول لك ما بصدقه، فهو ما في شيء من هذا الشيء اكيد. بيطلع الفكره انه التجميل صار فعلا هو ترند، ترند عند كل العالم، للاسف تجاري عند البعض صار. لا للاسف، ولكن هو ترند عالمي يعني بكل البلاد، تمام؟ فشيء طبيعي انه انت تشوفي مثلا اليوم السوشيال ميديا صارت ارقام وريتشات وهيك يعني، فانا لجيب ريتش بدي اعمل هيك شيء، وفعلا بيضرب لك وصلت لعنا وشفناه كلنا للفيديو. علما انه هو ما في شيء من هذا الشيء نهائيا. ما فيك انت طبقه حاططيها، يعني خلينا نسلم انه حاططيها انت هون وبتبخي عليها ما بعرف شو، بخ مي او شيء بتدوب، هي بتدوب وتشد الوش. اوكي، يعني شلون؟ يعني نحن بنعمل عمليات جراحيه وعم نحط كذا خيط وخيوط وبناخذ شد مو مثل ما طلع هون بالفيديو ابدا يعني. فاكيد هيك اشياء بتكون خاطئه، يعني في كثير امور بتصير، تصغير الانف من دون جراحه، ملاقط وملعقه بتعملي هيك بيرفعوا الخدود، طبعا هذا الشيء كلياته ما انه صح. طبعا اكيد ما بننكر انه كمان الطب بيتطور ودائما في اجراءات حديثه انتم على علم ودرايه فيها، بس اليوم عمليه شد الوجه بالخيوط كثير كثير رائجه، ممكن كثير من الصبايا عم يلجؤوا لها بدون ما يكونوا بحاجه لها. فباي عمر، خلينا نضوي على هي النقطه، العمر الصح يلي ممكن تلجا له الصبيه وتشد وجهها بالخيوط؟ طيب خلينا نتفق على نقطتين. اول نقطه، عمليه شد الوجه بالخيوط هي ابدا ما انها جديده. هي صلى من التسعينات، ويعني احنا وصلت لعنا تقريبا من شي 12 سنة تمام على الوطن العربي نعمل. عملية ما تروحة، ولكن الفكرة اللي نحن بدنا نعرفها انه هاي يعني بتفيدنا بالاعمار الصغيرة، وقت يكون الشد، وقت يكون الترهل جدا بسيط. يعني انا مثلا في مرضى بشوفهم كونوا هن بطور انه انا لا فيني اعمل لهم بوتوكس وفيلر ولا فيني فوتون العمليه، انه حرام ما عندها كثير مثلا حسب الحاله. اي بتكون هي مثلا ما عندها ترهل كبير لحتى فوتو انا العمليه. فهون ممكن نستخدم الخيوط وبتعطي نتيجه جميله، بس بدك تعرفي تختاري المريضه الصح، والعمر المناسب هي انه تكون صبيه. لانه يعني ما فينا نحن مثلا فوق ال 50 سنه نعمل شد وجه بالخيوط، تمام؟ لانه عندك الجلد فقد المرونه مع التقدم بالعمر. هون صار في بدنا نروح على الجراحه، يعني هي هي شد الوجه بالخيوط غير جراحيه، يعني بتنعمل بالعياده وموضعي وبسيطه جدا. يعني نحن اكثر شيء يعني المريض المثالي هو تكون صبيه شابه وما عندها ترهلات كثير، ويكون يعني في تجاعيد جدا بسيطه جدا لحتى ناخذ نتيجه جميله. اما غير هيك لا، لانه عم بيتروج له انه هي بديل العمل الجراحي وانه هي بتعطينا 20 سنه، لا هذا الحكي ما هو مزبوط ابدا. يعني نحن لازم ننبه المرضى على هذا الشيء. طيب دكتور مرهف، خلينا كمان نسأل عن عمليات شد الوجه اللي هي عمليات جراحية مثل الغراز القطب بسموهم. في البعض هلأ صار عم بيركز على هاي المنطقة بالذات اللي هي أكتر شيء منطقة بتهتم فيها السيدة، منطقة الجبين والعيون، واللي صار في عمليات متخصصة اليوم للأشفان، قص الأشفان وما إلى ذلك، عم بتغير شكل العين وتغير ملامحه. خلينا نحكي عن الشيء المضبوط بهذا المجال. هلا بصراحة في يعني شد الوجه الجراحي هو يا أما شد جلد فقط، يا أما جلد وعضلات، تمام؟ يعني شلون بدك تشد الوجه؟ يا بدك تشد بس الجلد، يا بدك تشد الجلد واللي تحته الطبقة العضلات. طبعا الأفضل والأحسن والطريقة الصحيحة هو شد الجلد مع العضلات، تمام؟ ولكن يعني في يعني في أطباء، تمام؟ هنا بشدوا بس الجلد، اوكي؟ بقول لك بالعياده طبعا عمليات شد الوجه الجلد مع العضلات عمليه تستغرق بين الاربع لست ساعات، فهي عمليه كبرى نحن بنسميها، تمام؟ وطبعا لها مخاطر، يعني في حال ما كان الطبيب متمرس عليها. اوكي؟ فانا لهون عليكي بقول لك انا بعمل لك اياها بالعياده موضعي، وغرستين هون وغرستين، هي قصه الغرستين اللي بيسالوني عنها ما بعرف ليش طالعه يعني هلا كثير موضه يعني. ترند إيه، هي ما في شيء، نحن ما درسنا شيء اسمه غرستين اساسا، يعني ما في هيك شيء. وانا شفت مرضى بصراحه يعني هن عاملين هي الغرستين وراجعين لعندي، يعني انا ما عملتها. إيه انا بصراحه ما يعني كان غير مرضي النتيجه. ليه؟ لانه انت هون شديتي بس جلد،
العضلة إذا كانت مترهلة هي أقوى من الجلد. يعني خلينا نتخيل مثلاً إنه أنت عندك عضلة مرتخية وأنت عم تشدي الطبقة اللي فوقها، حتشد معك بس حتشد مثلاً ممكن شهر شهرين ثلاثة، العضلة أقوى من الجلد رح ترجع تسحبه. مشان هيك بتسمعي في عالم بيقولوا لك نحن عملنا العملية بس بعد شهرين ثلاثة ما استفدنا، رجعنا مثل ما كان. فإذا الحل هو شد الجلد مع العضلات، وحتى شد العضلات له كثير طرق. يعني هلا احدث طريقه او احسن طريقه انه انت تطوي العضله، يعني هي مرتخيه انت بدك تشديها لفوق ترجعي تطويها مشان تأمني انه انت راحت مع المريضه 20 سنه مثلا. عرفت شو؟ تخيلي كل هاد احنا بنستخدم فوق تقريبا العشر خيوط، ونحن بنحكي على خيط جراح، يعني هو بيجي كبير هذا بتطوي فيه يعني كثير هيك لحتى ناخذ نتيجه. فأنا بس لوضح فكرة أنه تخيلي الخيوط الغير جراحية اللي هي خيط واحد أبرة بتفوت وبتطلع، تخيلي الفرق بين الشد. أكيد فاهم. طيب خلينا كمان ننتقل للطرق الأكثر فعالية. اليوم كتير عم نشوف من الفنانات عم يرجعوا 20 سنة لورا من خلال الطب بيتطور، بتصير في اجراءات حديثه ومتطوره اكثر ففورا بيعملوها. شو هي هي التقنيات ممكن تكون، وكيف ممكن انه تضل لمدى بعيد وعن جد ترجع 20 سنه الشخص لورا؟ مزبوط هذا الكلام. هلا انا ما فيني اقول لك انه هن شو عاملين 100% لتعطيني اسم وبقول لك انا شو عاملين 100% ذهبي، بس يعني حسب ما فهمت منك خلينا نقول مثلا فنانه كبيره بالعمر ورجعت هال 20 25 سنه، انا بقول لك قطعا انه هي عامله عمليات شد وجه جراحي وزائد بوتوكس وزائد فيلر وزائد ابر نضاره كلهم سوا، يعني ما في شيء واحد هي ما انا لمست سحر. يعني انا طول بحكي نحن يعني نحن مو سحره، تتفوتي لعنا يعني بدك تتابعي معنا مثل ما نحن بنشتغل. تمام. هلا هن شوي بيكونوا يعني شلون بدي اقول لك، ما بدي اقول لك يعني مهتمين اكثر من غيرهم، فانا فعلا بتابعوا. يعني انا في منهم بيجي لعندي هي فعلا بتتابع، يعني بتقولي لها مثلا تعالي كل شهر شهر ونص خليني اشوفك، بتجي شوفك انا اشوف شو شلون النتيجه، يعني مو انه ضروري شهر شهر ونص تاخذي ابره، بتجي هي وبيهتموا هن بيهتموا. بس بصراحه يعني نحكي هيك واقعيين، اليوم صارت يعني الكلفه الماديه بالمواد وبالعمل الجراحي بتخلي مثلا الانسان العادي الطبيعي يعني يعني اللي له الله يعني ما كثير بيقدر انه هو يتابع حالته بشكل 100% صحيح. هذا الفرق بين وقت نحن نشوف مثلا حدا صغير 20 25 سنه وبين حدا مثلا عمل هالعمليه وخلص ما بقى قفل ما بقى شفنا. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، اليوم في كثير اشخاص بيلجأوا مثل ما قلنا للعمل الجراحي بعمر مبكر وبيبلشوا يشتغلوا بنفسهم بطريقه غلط. هي العمليه مو غلط، ولكن لانه هو تدخل بوقت معين ما كان بحاجه فيه لهذا العمل ممكن يصير عنده عيوب. بيقولوا لك هلا سويت هيك شو خليت لتكبر؟ تمام. يعني كثير بنسمع هي الجمله، انت من هلا بلشتي بهدول العمليات بس تصيري عمليات طبعا عمليات أوكي. وليس اجراءات مثل أوكي. ما قلنا بوتوكس وفيلر، لا عم تعمل عمل جراحي وهي لساتها صبيه عمرها 30 سنه مثلا، عم تعمل عمل جراحي لل 60 او لل 70 بينعمل. فخلينا كمان نحكي عن عيوب اجراء عمليات التجميل بشكل خاطئ. هلا والله بصراحه يعني الحق على مين هون؟ أكيد على المريض ولا على الطبيب؟ أنا بقول على الاثنين. هلا أنا أوكي، بس أنا بالنسبة لي أنا يعني أحكيها هيك بصراحة، طبعاً الطبيب هو المسؤول. طبعاً المريض هو بيجي عم بيحلم يعمل شكله مثل ما بده، المفروض نحن نوجهه ونقول له إنه مثلاً هلا ما فينا نساوي هيك، هلا فينا نساوي هيك، هيك بيلبق لك، هيك ما بيلبق لك. صحيح. هلا بكير. يعني انا مثلا كثير بتعرض مثلا بيجوا لعندي بدهم يعملوا دبل تشين، يعني دقن المزدوجه. تمام. صبيه ما فيني اعمل لها جراحه، ما رح تستفيد، يعني حتى لو عملت لها جراحه ما رح تستفيد، ما عندها كثير ترهلات. تمام. هلا ممكن تروح لعند مكان ثاني يعمل لها، حتطلع من عنده هي ما انا ردانه لانه هي مو هيك ببالها انه رح تصير. تمام. فانا بفضل انه على طول ينحط المريض بموقف انه انا هل قد بقدر ساعدك. انا كثير مرات بيجوا عندي مرضى بقول لهم انه هلا ما فينا نسوي شيء، بعد سنتين ثلاثه تعالي بيكون صار عندك بعمل لك مثل ما بدك. ف
فهي الفكرة بصراحة. أكيد بالختام بدنا نتمنى الصحة والسلامة والجمال كمان لكل الأشخاص، ما بدنا ننسى كمان إنه الحالة النفسية كتير لها دور كتير كبير طبعاً. أكيد بدنا نشكر وجودك معنا دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور، كل معلوماتك قدمت لنا اياها.